إذن لابد عند سن التشريعات والتنظيمات والقوانين أن لا يكون الإنسان بعيدا عن أهله مهما أمكن ذلك. فهذه المدة الطويلة هي التي قد تحمل بعض الأسر أو بعض الأزواج أو بعض الأولاد أن يسلكوا سلوكا غير مرضي. ونحن نعلم أن صلاح الأمم لا يكون إلا بصلاح الأسر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء في الحديث الذي يروى من حاله وتصرفاته أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة المنورة، وكان يفعل ذلك كثيرا. هو الحاكم المسؤول عن أهل بيت عن كل رعيته، لذلك كان يذهب رضي الله تعالى عنه فيما يتاح له يذهب ويمر. كانه يفعل ذلك كثيرا، وأنه مر بامرأة، وهذه المرأة في بيت أغلق عليها بابها، وسمعها من الخارج. البيوت قريبة ما كانت بهذا الإحكام الذي عليه الآن، بل كانت البيوت متواضعة تسمع الأصوات التي بالداخل فيها. عمر بن الخطاب جاء في هذه الرواية أنه سمع هذه المرأة تقول: تطاول هذا الليل تسري كواكبه، وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، يلاعبني طورا وطورا كأنما بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يقفر الدهر كاتبه. يقول: ثم تنففت الصعداء وقالت، هذه المرأة تخاطب نفسها وعمر يسمع رضي الله تعالى عن عمر، تقول في نفسها: أهان على ابن الخطاب وحشتي ببيتي وغيبة زوجي وقلة نفقتي، هل هذا أمر سهل على أمير المؤمنين عمر؟ دعاها وحدها، وحشة في البيت وغيبة للزوج وقلة نفقة. على كل، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هنا يذكر هذه المرأة، والمرأة تحدث نفسها بهذه الأبيات الشعرية، وكم كان ما الشعر إلا إظهار للشعور الذي في نفسها، تقول لولا أنها تخشى الله تعالى لوجدت من يؤنسها، لكنها تراقب الله سبحانه وتعالى، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يقفر الدهر كاتبه. الله تعالى، هذه التقوى، هذه هي التقوى. على كل، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها حينما أصبح بعث لها نفقة وكسوة، لأنها قالت إنه لا نفقة ولا كسوة، وكتب إلى عامله الذي خرج زوجها لأجل، كتب إليه أن أتركه، دعها ترجع، دعه يرجع لامرأته. جاء هذا الحديث برواية أخرى أيضا فيها أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل المرأة، قال لها: ما لك؟ قالت: أغربت زوجي منذ 4 أشهر وقد اشتقت إليه. فقال لها عمر رضي الله تعالى عنه: أردت سوءا؟ قالت: معاذ الله. هؤلاء الأتقياء، هؤلاء الصالحون، هنالك فطرة، هنالك فطرة فيك أيها الإنسان، سواء كنت ذكرا أم أنثى، فطرة جعلها الله تعالى مركبة في نفسك حتى يتواصل نسل البشرية، الرجل للمرأة، هذه الفطرة السليمة. لا أتحدث عن الفطر المتنكبة المشوهة، أتحدث عن الفطرة السليمة التي يحن فيها الذكر للأنثى والأنثى للذكر. هذه الفطرة إما أن يضعف الإنسان معها وهنالك يقع في الحرام عياذا بالله، وإما أن تبقى التقوى حصنا يمنع الإنسان من أن يقع في الحرام عياذا بالله تعالى. المرأة التقوى بقيت معها، هنالك أناس يتعذرون بالظروف، الظروف ليست عذرا لأي أحد في أن يقع في الحرام عياذا بالله، وإياك أن يسول لك أناس كثيرون من أتباع الشهوات، من الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، من أن يقولوا لك إن هناك فتنا وإن هناك كذا وكذا، وهؤلاء يدعونك إلى الوقوع في الحرام بسبب ذلك، أنت شاب وفيك كذا وفيك كذا، فيجعلك ذلك إلى أن يحملك ذلك على أن تأتي الحرام. هذا بعيد عن التقوى، ليس عذرا لك. نقول: نعم، الواجب على المجتمع بأسره أن يسعى
إلى أن تسير هذه الأمور وفق ما يريده الله تعالى، أن ييسر الزواج ونحو ذلك. لكن إن لم يكن مثل هذا، إن لم يتيسر، فلا تظن أنك يوم القيامة ستعتذر عند الله تعالى أن الظروف أجبرتني. أنت صاحب القرار، يمكنك أن تقول كذا، ويمكنك أن تسوغ لنفسك الوقوع في الحرام. هذه المرأة لا تقول لعمر حينما قال لها ما لك، قالت أغربت زوجي، أي جعلته بعيدا غريبا عني منذ 4 أشهر، وقد اشتقت إليه، فقال أردت سوءا؟ قالت معاذ الله. قال فاملكي على نفسك، فإنما هو البريد إليه، أي املكي نفسك، ابقي على الحلال، ابقي مستعصمة بالله تعالى، فإنما هو البريد إليه، أي المدة إلى أن نصل إليه ويأتي بإذن الله. فبعث إليه، ثم دخل عمر على حفصة فقال، وهي ابنته، فقال لها إني سائلك عن أمر قد أهمني فأفرجيه عني. كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ فخفضت رأسها فاستحيه، فقال إن الله لا يستحي من الحق، فأشارت 3 أشهر وإلا فأربعة. فكتب عمر وهو رأس السياسة الشرعية في زمانه حاكم المسلمين، كتب عمر ألا تحبس الجيوش فوق 4 أشهر، لأنها زمان، لأن ذلك الزمان زمان فتوحات. ونحن نقول كما ذكرت ذلك في كتاب وفاء، قلت لئن حفظ هذه المرأة إيمانها فإنه لا يعلم إلى متى ستصبر على ذلك، ثم إنه ليست كل النساء على القوة الإيمانية ذاتها، وإنما يسار بالناس بسير أضعفهم. لذلك أصدر الفاروق أمره بأن لا يغيب أحد عن أهله أكثر من 4 أشهر، وهكذا تكون الرعاية لمصالح الرعية من قبل القائمين على مجتمعات المسلمين. هذا من قبل أولي الأمر، وهو في الوقت ذاته نقول من قبلك أنت أيها الزوج، يا من كنت راعيا على هذه الأسرة، نقول إنه يلزمك أن تراعي هذا الجانب، وإياك ثم إياك أن تتركهم فريسة سهلة لشياطين الإنس والجن وما أكثرهم، كن معهم، إياك ثم إياك. إن الأخبار الكثيرة التي نسمعها في زماننا هذا عمن يرمون أزواجهم، يرمون أهاليهم سنوات وسنوات، وتبقى تلك المسكينة أيضا تعاني الأمرين من حيث النفقة ومن حيث الإناس والألفة والمحبة. وكما قالوا إن الإنسان لم يسمى إنسانا إلا لأنه يأنس بغيره، إذن لماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى ما جعل الزواج بين الناس إلا لتلبية هذا الأمر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حينما لا يكون هناك تواصل، حينما لا تبقى في بيتك وإنما تبقى مشرقا مغربا، فأين هذه الرحمة وأين هذه المودة والمحبة التي أرادها الشرع؟ إذن لابد من أن نراعي هذا كلنا.